تعالوا نشوف جامعة القاهرة ونشوف الاشتباكات التي حدثت أمامها. بس يا محمد ايه ده خالص؟ انا كنت ايه ده خالص؟ مسكت الاخوان فضلت تلعب بره لغايه ما وصلت للقوات المتمركزه، حاولوا يستفزوهم بطريقه باكتر من طريقه، يعني ما حدش اتعامل معاهم الا لما ابتدوا يحدفوا مش بقى ميه، اكياس ميه جوا طوب. فالقوات ضربت قنبلتين غاز ردوا عليهم هم بقنابل غاز فسفوري. القوات كانت متماسكه باعلى درجات ضبط النفس. ابتدى بقى ان الاخوان يحدفوا عليهم طوب ويحدفوا عليهم قنابل غاز فسفوري لونها برتقاني شويه. كل يوم تيجي مظاهره من الجامعه تشتم في الداخليه وفي الجيش، والداخليه فيها ضبط نفس جامد بقى لها 3 ايام ويرجعوا تاني. النهارده اللي حصل العدد زاد، بدا بحذف طوب وميه جم من الناحيه دي وبداوا ايه يشتموا الا ادبوا مع الشرطه والسيسي وكلام من ده، بعد كده حاطفين طوب، بعد كده حاطفين ميه، بعد كده الشرطه اتعاملت معاهم. طبعا الجامعات هي الملعب الوحيد لجماعة الإخوان الآن. فشلوا في الشارع لأن الأهالي يتصدون لهم، فشلوا في الشارع لأنه قدرتهم على الحشد أصبحت ضعيفة، يستخدمون الطلبة. لكن لا، أهم ما يميز الجامعات وعلينا أن نعترف بذلك أن الجامعات تصدت لهم. المخطط كان أن الدراسة تتعطل، كون أن ذلك لم يحدث أعتقد أنه ده هو النجاح الحقيقي. صحيح بتحصل اعتداءات ومهازل يجب أن تعامل بالقانون وبقوة القانون، وأعتقد أنه ده لابد من تعميمه خلال الأيام القادمة، لأنه كان في محاولات لتفجير الأوضاع بأي وسيلة، خاصة أنه إذا ولد الدستور هيبتدوا يجي لهم حالة الانفلات العصبي، كمان هيقترب ميعاد الاستفتاء هتجي لهم حالة انفلات عصبي أشد.